اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. كيفاش تنظم الوقت بالنسبة للناس اللي ما كعرفوش وقتهم فين كيضيع؟ هنجاوب على هذا السؤال من مر الإعلان. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشتري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاعات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. بالنسبة لتنظيم الوقت اختي ليليا، هذا الموضوع هذا اللي بزاف ديال الناس كيهضروا عليه، ولكن عندهم واحد النظرة غالطة على الوقت. انت ولا انتي غالبا ما كيضيع لكش الوقت. الوقت مجرد لحظة طويلة مستمرة، بدات ومازال مستمرة. مشكلتك ماشي هي تنظيم الوقت، مشكلتك هي انك تنسى شنو تدير في نهارك. قيد شنو غدير في هذا النهار ووقت ما درتيه مزيانة، ما كيهمش فوقاش، وقت ما درتيه مزيانة هكا غتقدر تنظم وقتك. راه ماشي بالضروره تبدا مع الجوج ديال الصباح او الثلاثه ديال الليل او الاربعه ديال العشيه، حيت الوقت عندك. المشكل ماشي هو تنظيم الوقت، المشكل انك كتنسى انك دير المهام ديالك في النهار. واللي تيخليك تنسى هو انك ما كديرش مذكره اللي تفكرك بشنو خاصك دير هذا النهار. خاصك تبدا بستيلو ورقه، عاد تحفظ البروسيس. ملي غتبدا بستيلو ورقه وتحفظ البروسيس غتولي ديرو بلا ما تحتاج ستيلو ورقه. تنظيم الوقت ماشي هو المشكل، المشكل هو انك كتنسى شنو دير في هذا النهار. وبالنسبه لاي قرايه في العالم، راه كتحتاج غير بعض السوايع في النهار كتكون كافيه. اتمنى نكون وصلت هذه الفكره. هذه هي الجمله ديالي ولا الكلمه ديالي في هذا الموضوع. ما تنساوش تفولوني في الانستغرام، واللي عنده شي كومونتير يحطو في هذا التحت ديال الفيديو في كومنتير. تلقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.